مرحبا. للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا تسري ضوابط مختلفة للقبول، وكل حسب فرعه. هذه الضوابط تطبق عندما يكون المتقدم مؤهلا أو غير مؤهل لأحد الأقسام الدراسية. فهم على سبيل المثال يقومون بوضع شهادات مدرسية معينة، وكذلك المعرفة باللغات الأخرى كشرط للقبول في الدراسة. فبعض الأقسام الدراسية تتطلب القيام بالتدريب العملي أو التطبيقي، على سبيل المثال المدرسين أو المعلمين وفنيي أو تقنيي المجال الطبي. حتى وإن لم يستوفي الطالب بجميع متطلبات شروط القبول، فإن القبول في التعليم العالي يبدو ممكنا. فقد تتطلب الجامعة من الطالب تعلم لغة أجنبية ثانية أو ثالثة، أو ينجح في اجتياز تدريبا عمليا، وهذا يمكن أداؤه وتقديمه أيضا أثناء الدراسة.